مزمن. منسق ميداني للمشروع، يعني انت مكانك مش معايا هنا، انت مكانك على طول ما بين المؤسسات او الهيئات اللي بتقدم الخدمه، ولا انا غلطان؟ هو بالظبط، انا جايز اكون غلطان يعني. هو منسق ميداني للمشروع، هو المشروع بالنسبه لي مش بادئ من شهر 3، المشروع بالنسبه لي بادئ في 1/1/2018 يوم ما طلع القرار ببدايه المنظومه. احنا كان النظام في بورسعيد ما كانش زي ما حضرتك شايفه دلوقتي. احنا كان عندنا انت في بورسعيد اصلا؟ بورسعيد اصلا. طب اثنين بورسعيديه واثنين بورسعيديه انتساب. لا، هي كده الفكره، ان انا في الاول حاجه ان انا المنشات الصحيه عندي ازاي ارفع كفاءتها، ازاي اخلي المنشات تليق عشان تجهزها لبدايه التجربه. بالظبط كده. ازاي وصلت لمرحله ان انا يبقى عندي في كابلات فايبر هتتمد، عشان بورسعيد هي اول محافظه فيها محافظه ذكيه وتحول رقمي. ازاي ان انا هعمل معايير السلامه والصحه المهنيه، ازاي المعايير بتاعه جوه الوحده هتبقى متناسقه مع معايير الاعتماد اللي هيئه الرقابه والاعتماد هتطلبها. كل ده في الاول كان دورنا ان احنا كان عندنا 14 منشاه جديده وحده اتبنوا، في عندنا مستشفى جديده اتبنت لمستشفى 30 يونيو، غير بقيه الاماكن كلها اتطورت. احنا جينا في وقت ووزير الصحه قالت لا احنا محتاجين نقف نقيم ونكمل في لحظه معينه. تمام. احنا وصلنا فتره ان احنا كنا ماشيين المشروع هنبدا كله في خطوه واحده في مره واحده. لا، احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل تركيز او فوكس على المناطق المهمه اللي نبدا بيها ونوزع الجهد، بحيث ان انا المشروع ممكن نبداه في بورسعيد بالتوالي، اللي احنا خلصنا واشتغلنا وبادئين ورا بعض ومفيش مشاكل. ان احنا لو المشروع بيكمل، اهم حاجه ان انا عندي في الاخر انك تخلصوا تخلصوا كويس. بالظبط كده. ايه العمليات اللي لغايه دلوقتي ما تمتش في المحافظه؟ اللي ما تمتش في المحافظه سواء على مستوى ان التخصص بتاعها قليل او على مستوى التجهيزات. لا بص حضرتك، احنا ما نقدرش نقول ان هي ما فيش تجهيزات او ما فيش تخصص، عشان احنا يعني احنا مثلا بورسعيد الفتره اللي فاتت كانت اول مره جراحات الاورام تخش في بورسعيد، جراحات اطفال تخصصيه دخلت في بورسعيد، وحده مجدي يعقوب دخلت في بورسعيد، وحده الشبكيه. احنا حاليا اي مكان بنجهزه بنوفره بنوزع الخدمه. يعني احنا في الاول كان ممكن المستشفى عايز اعمل عمليه، طب ما فيش نظام. لا، حاليا هو في نظام والسكوب متوزع على كل المستشفيات. فحضرتك دلوقتي صعب انك تلاقي نوع عمليه مش موجود في بورسعيد. الطاقم الطبي، حتى الطاقم الطبي توفرنا جامعات، في بروتوكولات مع الجامعات، في بروتوكولات مع الهيئات التعليميه.